السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ وتلميذات الصف الرابع، أهلا ومرحبا بكم في شرح مقرر اللغة العربية والتربية الإسلامية. والنهاردة هنتكلم عن درس جديد من دروس النحو. احنا تكلمنا فيما سبق عن دروس أنواع الفعل، وعرفنا الفعل وتكلمنا عن أنواعه بالتفصيل، والآن سنتكلم عن أسماء الإشارة. أسماء الإشارة دي احنا اخذناها في صف ايه ثالث، وانت عندكم ايه فكره عنها. اسماء الاشاره كثيره، بس احنا المقرر علينا في صف رابع خمسه اسماء. مقرر علينا كم اسم؟ خمسه اسماء. يعني اسم الاشاره؟ واحد يسالني طالب ذكي كده يقول لي يا استاذ يعني اسم الاشاره، اقول له اسم الاشاره هو اسم نستعمله لنشير به، اسم نستعمله لنشير به. واسماء الاشاره هي أول اسم معانا، من إيه؟ من يتفضل يقول هذا؟ برافو عليك، فاكر أنت. هذا اسم إشارة. هذه، أحسنت. من تاني؟ هذان، أحسنت. الاسم الرابع هاتان، والخامس هؤلاء. طب واحد يتكلم يقول يا أستاذ مثلا أسماء الإشارة دي لها استخدامات، يعني كلها بتستخدم مع بعض، ولا كل اسم لاستعمال معين ولا لاستخدام معين؟ عايز انا حد يسالني السؤال ده؟ طب اسال انا، اسماء الاشاره بتستخدم الحاجه واحده ولا كل اسم له استخدام؟ احسنت انت، اخر واحد ورا، كل اسم له استخدام، وده اللي هنعرفه في هذه الحصه. اول حاجه هذا اسم اشاره، يستخدم لايه او يستعمل لايه؟ يستعمل للمفرد المذكر. يبقى هذا يستعمل للمفرد المذكر. مثال، يلا حد يجيب لي مثال من الناس اللي ايه اللي مركزة معايا. أقول إيه؟ أقول هذا تلميذ مجتهد. يبقى أول اسم معانا من أسماء الإشارة وهو هذا، وهذا يستعمل للمفرد المذكر، وجبت مثال عليه، قلت هذا تلميذ مجتهد. فين اسم الإشارة؟ هذا. وفين الشيء المشار إليه؟ التلميذ. يبقى ده اسم الإشارة والشيء المشار إليه التلميذ. طيب اثنين، اسم الإشارة الثاني اللي عندي كلمة هذه. هذه تستعمل لإيه؟ تستعمل للمفردة المؤنثة. طيب عايز مثال على هذه. هذه تلميذة مجتهدة. طب فين اسم الإشارة؟ اسم الإشارة هذه، كلمة هذه هي اسم الإشارة. طب فين الشيء المشار إليه؟ ما احنا لما تكلمنا عن التعريف قلنا اسم الإشارة هو اسم نستعمله لنشير به. فين الشيء المشار إليه؟ الشيء المشار إليه كلمة تلميذة. أنا قلت هذه تلميذة مجتهدة. طيب ثالث نوع عندي من أسماء الإشارة كلمة هذان أو الاسم هذان. ده يستعمل لإيه هذان؟ يستعمل للمثنى المذكر. يستعمل للمثنى المذكر. مثال، أقول هذان تلميذان متفوقان. يبقى اسم الإشارة هذان بستعمله للمثنى المذكر. اثنين، مثنى
مذكر. طيب فين الشيء المشار إليه أو الاسم المشار إليه؟ كلمة تلميذان، قلت هذان تلميذان متفوقان. طيب النوع الرابع معنا من أسماء الإشارة وهو الاسم هاتان. هاتان ده يستخدم لإيه؟ الناس اللي مركزة معايا، يستعمل للمثنى المؤنث. يستعمل للمثنى ايه؟ المؤنث. طيب مثال من خلال الأمثلة السابقة، خدت فكرة، عايز مثال. اقول ايه؟ اقول هاتاني تلميذتان. احنا قلنا مثنى مؤنث، تلميذتان متفوقتان. فين اسم الإشارة؟ اسم الإشارة هاتان. طب فين الاسم المشار إليه؟ تلميذتان. يبقى اسم الإشارة اسم نستعمله لنشير به، هاتان اسم إشارة وتلميذتان مشار إليه. طيب آخر حاجة عندنا من أسماء الإشارة وهو هؤلاء. هؤلاء ده اسم من أسماء الإشارة، بس هؤلاء ده يستخدم لجمع العاقل، يستخدم لجمع العاقل من مذكر أو مؤنث. أقول هؤلاء يستعمل لجمع العاقل بنوعي، يعني بنوعي المذكر والمؤنث. افتح قوس واكتب المذكر والمؤنث. يبقى عند هؤلاء يستعمل لجمع العاقل بنوعي المذكر والمؤنث. عايز مثال على المذكر ومثال على المؤنث. هقول هؤلاء تلاميذ مجتهدون. هؤلاء تلاميذ مجتهدون. فين اسم الإشارة؟ هؤلاء. طب فين الاسم المشار إليه؟ كلمة تلاميذ. طيب عايز مثال لهؤلاء على جمع المؤنث أو جمع الإناث. هقول هؤلاء تلميذات مجتهدات. اسم الإشارة هؤلاء والاسم المشار إليه تلميذات. طيب احنا عرفنا أسماء الإشارة وعرفنا كل اسم يستعمل لاستعمال معين وضربنا الأمثلة على ذلك. دلوقتي هناخد تدريب، هنجيب أمثلة وكل واحد فيكم يقف يضع اسم إشارة مناسب. أول مثال عندي قلت تلميذ مجتهد، ثاني مثال تلميذة ذكية، ثالث مثال تلميذان متفوقان، رابع مثال تلميذتان متفوقتان، خمسة تلاميذ مجتهدون، تلميذات مجتهدات. احنا لما تكلمنا على اسم الإشارة قلنا أن كل اسم له استخدام معين وضربنا الأمثلة على ذلك.
طيب لما نجيب تدريبات ونحل على الدرس عايزين نضع اسم إشارة مناسب مكان النقط. يعني مثلا في الامتحان قال لي ضع اسم إشارة مناسب مكان النقط. تلميذ المجتهد أضع اسم إشارة إيه؟ من الأسماء اللي قدامي على السبورة أضع اسم إشارة إيه؟ هذا أحسن أقول هذا تلميذ مجتهد. طب ليه قلت هذا؟ ليه؟ علشان هذا يستعمل للمفرد المذكر وتلميذ مفرد وفي نفس الوقت مذكر. طيب تلميذة زكية أخذ اسم إشارة إيه؟ هذه أحسنت بارك الله فيك. هذه ليه اخترت هذه؟ علشان هذه اسم إشارة يستعمل للمفردة المؤنثة وتلميذة مفردة وفي نفس الوقت مؤنثة. طيب تلميذان متفوقان اختار اسم إشارة تلميذان متفوقان اقول ايه؟ سمع واحد ورا بيقول لي هذان احسنت هذان اقول هذان تلميذان متفوقان. طب ليه اخترت هذان يا استاذ؟ ليه اخترت هذان من الخمس أسماء دي؟ عشان هذان تستعمل للمثنى المذكر المثنى المذكر وتلميذان مثنى مذكر. طيب ثلاثة أربعة عندي تلميذات تلميذتان متفوقتان عايز اسم إشارة مناسب اختار ايه بالأسماء دي؟ اختار هاتان اختار ايه؟ هاتان أقول هاتان تلميذتان متفوقتان لأنه هاتان تستعمل للمثنى المؤنث. طيب آخر حاجة عندي آخر اسم من أسماء الإشارة وهو هؤلاء وهؤلاء هضعه هنا أقول هؤلاء تلاميذ مجتهدون وهؤلاء تلميذات مجتهدون وهؤلاء تلميذات مجتهدون هذا اسم الإشارة وآدي الاسم المشار إليه. طيب احنا بكده نكون انهينا درس اسم الإشارة. الواجب عمل نشاط على أسماء الإشارة. عايز نشاط زي اللي تعودنا عليه بنعمله في كراسة النشاط بالألوان مع كتابة صفحة 109 كتابة صفحة 109 في كتاب العربي. وبكده نكون أنهينا الدرس بتاعنا ومع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.